عفوا. شكرا يا حبيبتي. عفوا. روحي لماما على طول. يلا حاضر. على طول اجري. يلا يلا يا حبيبتي امشي على جنب يا صبيه. حاضر. انا ماما هتزعقلي. ماما هتزعقلي. ماما. نعم يا امنية. انا جعانه قوي يا ماما وعايزه اكل. ما هو مفيش اكل يا امنية، اصبري لما يصحى يجيب لنا اكل. لا يا ماما، الاكل اللي هو هيجيبه لي مش هاكله يا ماما، عشان فلوسه كلها حرام يا ماما، عشان هو بيسرق. حرام. بس يا امنية اللي يسمعك يا امنية هيعمل لها مشكله كبيره. قعدتك يا ليه؟ تقومي تحضري لي اكل، اي حاجه اكلها. يا محمود مفيش اكل يا محمود. مفيش اكل؟ ايوه. انت مش واخد بالك ان بقالنا يومين مفيش اكل في الثلاجه؟ مفيش اكل في الثلاجه؟ ليه مفيش اكل في الثلاجه؟ في علبة السجاير. مفيش سجاير، السجاير خلصت. كمان السجاير خلصت؟ ايوه. ما انت بعت كل حاجة، ما انت بعت البوتاجاز والأنبوبة، ما فضلش غير التلاجة في البيت. أيوه. أنا من ساعة ما شفتك والفقر ركبني، أنا عمري في حياتي ما اتجوزت واحدة وطلع وشها فقر عليا كده، زيك كده. طب هتجيب لنا أكل؟ أجيب لكم أكل؟ أه جيب يا محمود، ما أنا شغالة عندكم حمار، ما أنا شغالة عندكم حمار، جيب يا محمود. أيوه. هي جعانة وأنا جعانة. ماشي. انا في مصلحه معايا حلوه قوي، هنشتغل مع بعضينا، هنجيب قرشين حلوين وربنا هيكرمنا، بس انتوا هتشتغلوا معانا. ماشي. مصلحه ايه دي؟ مالكيش دعوه اللي اقول لك عليه تنفذيه انت وبنتك. لا لا امنيه ملهاش دعوه باي حاجه، انا معاك في اي حاجه امنيه. لا لا انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ لا مش بمشي كلامك. انا فرطور هنا في البيت بقى. لا والله. لا انا مش ابوها عشان تقولي لي كده، انا جوز امها. يا عم محمود ما تفتحيش بقك معايا. ها بس خاطري بالراحه على ماما، مش كفايه اللي انت قعدت تضربها لحد ما بقيت قاعده على الكرسي ده وعارفه. انا ضربتها دي، هي جايه لي متلصمه، ان انا مسكت الخشبه ولسه مضربها لقيت رجليها متدغدغه وانا جيت جنبها. يلا معايا عندنا مصلحه حلوه، وهنشتغل عشان ناكل ونقعد في بيت نضيف، واعمل لك العمليه وتمشي على رجلي. يلا اشتغلوا واتحركوا معايا، الحركه بركه. ماشي حاضر. يلا انت دي حاضر. يلا معايا احكي لكم على احكي لكم على المصلحه دي واحنا ماشيين في الطريق. يا ماما. ايوه يا امنيه. لبست اهو يا ماما، بس انا مش فاهمه هو ليه خليني البس لبس حلو وكمان عطاني التليفون ده ليه؟ مش عارفه يا امنيه والله حاجه. وبعدين يعني هو هيخلينا نشتغلوا ايه معايا؟ وايه الشغلانه اللي ساعتها هنبقى فيها اغنيه وكمان هيعمل لك العمليه ويجيب لنا بيت؟ والله يا امنيه ما عارفه اي حاجه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا ماما، لو الشغلانه دي حرام انا مش هعملها ابدا يا ماما. ايوه طبعا يا امنيه، لو الشغلانه دي حرام انا عمري ما هعمل كده، وكمان انا هاودو بس مش هعمل حاجه. بجد يا ماما؟ ايوه طبعا. اللي حد ايه علينا يا امنيه. طب ماما انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا امنيه؟ بصراحه عم محمود ده يا ماما راجل وحش قوي وبخاف منه قوي يا ماما، ما تيجي نهربوا منه يا ماما ونمشوا. يا امنيه وانا كمان بخاف منه، نهربوا نروحوا فين يا امنيه؟ ده صايع، ده لو عرف اللي احنا هربنا يجيبنا يبهدلنا ويضربنا يا امنيه. تعالي يا امنيه نلحقوا له، نطلعوا له على اول الشارع اللي يبهدلنا. تعالي. ماشي. حبيبتي والنبي بصي. نعم. بصي اصل انا بصراحه تعبت عشان بزق ماما بالعجله، فينفع تزقيها معايا وتساعديني والنبي عشان تعبت قوي والله. انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ يعني ساعديني، يعني انسانيه يعني. لا يا حبيبتي ما بعملش انسانيه مع حد، وبعدين يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا مش شغاله عندكم خدامه، واولا انت عندك ايد ورجل اهوت وعندك كل حاجه. تمام. وبعدين يعني انا نازله عشان العب، مش نازله عشان ازق مامتك، انا عايزه اللي يزقني. حاضر حاضر. يلا بينا يا ماما. يلا يا امنيه يلا. ده ايه ده؟ هتزقي مامتي؟ يا عم محمود انا سمعت كلامك اهو، بس البنت قعدت تزعلي وما رضتش تيجي معايا. ما انا خدت بالي. ايه المشكله؟ في غيرها واتحركوا شويه واتكلموا شويه. ايه مش عارفه تثبتي عيله صغيره ولا ايه؟ طب ما هي ما رضتش بقى يا عم محمود. ماشي يلا. في غير في بنات الشارع كله مليان بنات. يلا خشي على اللي بعده. حاضر يا امنيه. قولي له حاضر. حاضر. يلا 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 يا اختي اهو. يلا البت وامها عاوزين ياكلوا، بس عاوزين الحمار يشتغل عندهم.
فيكي حاجة كده مش فاهمة ايه هي. مالي ما انا زي الفل تمام، مش على مامي الحركات دي. يا سلام على زنك يا سلام، احكي لي بس وخدي كده ودي، بس بلاش بقى شغل عيال. شكلك بتحبي وبتخبي، ما انا مش لاقيه كلام يتقال ازاي. انا يا حبيبتي النبي بص، انا عايز اقولك على حاجه. اتفضلي. انا بصراحه تعبت قوي من زق ماما، فينفع تزقيها معايا عشان تعبت؟ والنبي احنا بيتنا قريب من هنا. طبعا انت تعمري دي زي مامتي طبعا. بجد والله؟ والله انت طيبه قوي. شكرا، ربنا يخليك. شكرا يا حبيبتي. طب ماشي. يا مسهل، اول بيت اهي، اول 50,000 جنيه. الو يا باشا. نص ساعة وتعالالي، عندي بيت. تمام، بس هاد الفلوس معاك الخمسين باك. وايوه هشتغل لك 24 ساعة. انا اديني فلوس اشتغل لك زي الصاروخ. ماشي، سلام. بيتكوا فين يا طنط؟ قدام كده شويه يا حبيبتي. هو انت تعبتي؟ لا طبعا يا طنط انا ما تعبتش، ده انت زي ماما. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا امنيه، وبعدين هنعملوا ايه يا امنيه؟ استني بس يا ماما، انا هقول لك نعملوا ايه يا ماما، استني بس. ماشي يا امنيه. حبيبتي. نعم. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي مها. اسمك حلو قوي. طب انت في سنه كام بقى؟ انا في سنه 5. طيب بتعرفي تجري يا حبيبتي وسريعه؟ طبعا بعرف اجري. طب تمام، حلو قوي. عارفه المكان اللي انا خدتك منه؟ عارفاه. لو رجعتي المكان ده تاني تقعدي قد ايه؟ يعني ممكن 10 دقايق كده. طب بصي بقى، انا عايزاكي تقعدي تجري كده للمكان اللي انت كنت فيه، وتقعدي تقولي انا ماما هزعلي، انا ماما هزعلي. حاضر، بس ليه؟ ما بصي انا بكره هجيلك واقول لك ليه، عشان نبقوا اصحابه كده. حاضر. انا ماما هزعلي. ماما ايه؟ البت جايت ليه؟ ما هتمشي معاكوا كويس. انا معرفش، هي قاعدة تجري وتقول ماما هتزعقني، انا مش فاهمة في ايه. ليه بتقول كده؟ انا مش عارفين. انتوا دايما فقريين ولا ايه؟ ما تشتغلوا وتشد حيلك معايا انت وهي، بدل ما اعملكوا كفتة انتوا الاتنين. اعملكوا كفتة. هي ماشي. عاوزين فلوس، عاوزين ناكله. يلا، ولا عاوزين الحمار يشتغل وخلاص؟ يلا خلاص. يلا تمشي يا حمار، عليكوا الشارع كله. انا وراكوا. طب استني كده بقى يا ماما، عشان مش قادره. ليه يا امنيه؟ يا عمو يا عمو لو سمحت تعالى عم محمود. في ايه يا امنيه؟ مش قادره والله يا ماما. عاوزه ايه؟ صراحه انا جعانه، مش قادره، انا بطني وجعاني. جعانه؟ انا عايزه اكل اي حاجه. تاكلي دي؟ انت لسه مضيعه مني 50,000 جنيه في البيت اللي هربت دي، ولا اللي جرت منكم يعني؟ يا غش. 50,000 جنيه؟ ايوه 50,000 جنيه. ليه بتعملوا ايه في البيت؟ هدي البيت واحد وهيديني 50,000 جنيه. ليه؟ هتعمل فيها ايه يعني؟ معرفش. انا اسلمها له يعمل فيها بقى، ربيها من جديد، يعملها كفته، وانا مالي؟ انا اهم حاجه عندي الفلوس. طب انا اعمل ايه؟ انا بطني وجعاني، عايزه اكل. والنبي يا عم محمود. يلا اشتغلوا في بيتي هناك. يلا روح. ايه والله لو ما سمحتوا الكلام، لو ادي بيتك دي مكان البيت اللي مشت، واخدوا ال 50,000 جنيه. بيتي. ايوه. بيتي لا. طب خلي بيتك لا اشتغل. يلا وشد حيلك، انا واقف وراك. اعمل لك اللي انت عايزه. انا اعمل اللي انت عايزه. يلا عشان ما تشيش عليك يا ماما. قولي لي بس انت هتعملي ايه يا ماما؟ تعالي بس يا امنيه. احنا مستحيل نعمل حاجه وحشه زي دي يا ماما. يا امنيه تعالي بس هنتصرفه وربنا يحلها من عنده. تعالي بس امشي. طيب ماشي. امشي يا امنيه. يا ترى ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. هي دي مامتي، وانا بصراحه تعبت قوي عشان كل شويه بزقها بالعجله دي، واحنا بيتنا قريب هناك اهو. ينفع يعني تزقي ماما معايا؟ عادي ولا يهم. بجد يا حبيبتي؟ والله. ماشي. انت كنت فين؟ انا كنت بجيب شيبسي اللي بيكسر. طيب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. نعم. ايه رايك
نفتح شمس اللي بيكسب سوا. بجد؟ بجد. طب انت اسمك ايه؟ انا اسمي غادة. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي امنية. ماشي. كتبتي ايه؟ الله، حلوة اوي. حلوة اوي الصفارة دي. طب بصي خدي حبة. لا شكرا يا حبيبتي، انا مش عايزة. خدي حبة. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا يا امنية. نعم. كل منها يا امنية، انت بقالك يومين يا حبيبتي ما اكلتيش، انت جعانة. بس ده الشيبسي بتاعها هي يا ماما. يا امنية شكلها غلبان. يا امنية خدي منها. لا خدي الكيسة كلها. على فكرة كنت جايبة شيبسي اللي بيكسب بس عشان لعبة. خدي كله، انت زي اختي على فكرة. هو انت ليكي اخوات يا حبيبتي؟ لا ماليش اخوات، وانت زي اختي على فكرة. اتفضلي. انت طيبة قوي. شكرا يا حبيبتي. عفوا. هو انت زعلانة عشان هي تاكل منه؟ لا عادي زي اختي يا سامي. خدي يا ماما. كلي يا ماما. لا يا امنية كلي، انت اهم حاجة كلي انت تشبعي يا حبيبتي. عشان خاطري يا ماما. لا يا حبيبتي بس كلي عشان تشبعي يا حبيبتي والنبي كلي. بقى هي الدنيا كده، بقى هما الناس كده. انت كنت جعانة الدرجة دي كده؟ ايوة يا حبيبتي والله العظيم كنت جعانة قوي. طب ايه رأيك ما نروح البيت واجيب لك اكل؟ شكرا يا حبيبتي. على فكرة ما طيبة، على فكرة وابوها طيب. ربنا يخيرك مامتك وباباك. وبعدين يا امنية هنعملوا ايه؟ بصراحة يا ماما انا مش هقدر اعمل كده. يعني انت يرضيكي يا ماما حد يخطفني يا ماما؟ لا طبعا ما يرضينيش يا امنيه. طب هنعمله ايه؟ طيب انا هتصرف يا ماما. هتعملي ايه؟ طب قوليلي. هقول صارت ضحكتي يا عم. والنبي يا عم. نعم يا صبيه، خير في حاجه ولا ايه؟ ساعدني ابوس ايدك والنبي، اوعى تسيبني. في ايه يا حبيبتي؟ عشان لو سبتني صدقني هتبهدل انا وماما والله العظيم. يا حبيبتي في ايه؟ فهميني بس. في ايه حاجه؟ مالك؟ انا هقول لك. شايفه عمو اللي ورا ده لابس جاكيت لبني؟ ايوه. ماله؟ بنطلون اسود. ايوه. ده يبقى جوز امي. تمام. طيب وقال لي اخطف البنت دي عشان يديها لواحد، وعمه يديه 50,000 جنيه على البنت دي. انت بتتكلمي بجد يا صبيه؟ وانا بصراحه مش عايزه اعمل كده. خد يا معلم انت هنا، خد عايز، خد يا جدع انت هنا. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو قال لي لو انا ما خطفتش البنت دي هيوديني انا مكانها، وانا خايفه قوي وانا مش عايزه اعمل كده. الكلام ده صح؟ ايوه الكلام ده صح. واحنا مش عارفين نعمل ايه عشان احنا ما سمعناش كلامه، هيضربنا وهيبهدلنا. وانا خايفه منه قوي. تعرف ده قعد يضرب ماما لحد ما خلاها كده عاجزه، ما بتقومش على الكرسي خالص، قعد يضربها بجد. بجد. طب ما انا اقول لكم على حاجه، انتوا ليه ساكتين عليا يا جماعه؟ ليه ما نقدرش نتكلم معاه؟ ومش بياكلنا وجعانه والله. طب انا ما اكلناش. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه يا ست الكل، انت تاخدوا بعضيكم وتروحوا تعملوا محضر في الاسم بالموضوع دوت. لا احنا نخافوا منه. تخافوا من مين؟ انا بترعب منه والله. يا حبيبتي انت لو عملتي محضر في الاسم الراجل دوت مش هتشوفيه تاني. طب ما بعديها مين هيصرف علينا؟ طيب نقعدوا مع مين؟ اقول لكم حاجه والله العظيم انتوا ولاد حلال. طيب العماره اللي جنبي هي عماره صغيره شويه. تمام تمام. ها فيها مرتب، عايزين بوابين فيها، المرتب بتاعها ب 1,000 جنيه. واقول لك حاجه، المايه ببلاش والكهرباء ببلاش، وكمان فيها سكن منيح وحلو. بجد؟ اي والله. 1,000 جنيه؟ اي والله. حلو قوي. بس اهم حاجه دلوقتي نطلعوا نعملوا محضر. طيب ماشي. وانا جاي معاكم. انت طيب قوي يا عم. والله ما هسيبكم، اقسم بالله ما هسيبكم. احنا بقالنا يومين ما كلناش. خلاص يا حبيبتي روحي، روحي عند باباكي ومامتك. شكرا. عفوا. شكرا يا حبيبتي. عفوا. روحي لماما على طول. يلا على طول. يلا يلا يا حبيبتي امشي على جنب يا صبيه. شكرا. انا ايه اخطب العيال انا؟ اقسم بالله انا لو اشوفه ما هسيبه. ربنا بتقف من الله يكسبنا، ما تسيبناش واقف جنبنا والنبي. ايه والله العظيم ما هسيبكم. طب يلا بينا. بينا على الاسم. يلا, يلا, يلا يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله بفيروز. ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. ازيك يا ام امنيه؟ الحمد لله يا استاذ محمد. مبسوطين معانا في العماره؟ مبسوطين قوي. مبسوطين. مفيش اي حد مزعلكم؟ مفيش حد مزعلنا خالص الحمد لله. لو اي حد كلمكم بس قولوا لي. ربنا يخليك يا ابو فيروز يا رب. وانت يا امنيه لو احتجت اي حاجه اكل شرب اطلع خبطي على المدام على طول. بصراحه مرات حضرتك طيبه قوي. انت يا امنيه زي بنتي. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. وعلاجك كله عندي، وانا وصفت الامنيه الصيدليه. تمام. شكرا يا استاذ محمد، شكرا جدا والله. انت طيب قوي والله. انت يا امنيه داخله سنه كام؟ هو انا داخله سنه 6، بس انا السنه اللي فاتت ما رحتش المدرسه خالص. ليه يا حبيبتي؟ ما انا هقول لك، انا بصراحه يعني جوز ماما كان وحش قوي، ما كانش بيخليني ولا اروح مدرسه ولا حتى كان بيخليني اروح دروس. لا بعد كده يا حبيبتي هتروحي المدرسه بتاعتك. ازاي؟ انا يا حبيبتي اعمل لك كل حاجه. بجد؟ بجد. ربنا يخليك يا رب. شكرا. بس شكرا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا خايفه قوي من جوز ماما عم محمود، ممكن يرجع تاني ويزعق لنا ويضربنا. لا يا حبيبتي ما تخافيش،
ده عليها قواضي كتير ومسجل كمان. بجد؟ مش هتشوفيه تاني. الله انا مبسوطه قوي. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخلي لك بنتك يا رب على اللي انت بتعمله معانا ده والله. لا امنيه دي زي بنتي، انتوا امانه معانا. شكرا جدا ليك والله. مش محتاجين اي حاجه؟ لا مش محتاجين اي حاجه. يلا يا روز. يلا يا بنتي. انا مبسوطه قوي يا ماما. يا حبيبتي هو خلاص كده اتحبس مش هيطلع تاني، ده عليه قواضي كتير قوي يا امنيه. انا مبسوطه قوي عشان مش هشوفه تاني خلاص. ايوه الحمد لله ربنا خلصنا منه، الحمد لله رب العالمين. انا بحبك قوي يا ماما. وانا كمان بحبك قوي يا امنيه، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.